قناه ال تي سي. عايز اقول لحضرتك ان النادي الاتحاد السكندري يواصل تدريباته اليوم السبت، كان في راحه الامس الجمعه عقب مباراه الترجي في البطوله العربيه، ويمكن الكابتن محمد عمر المدير الفني النادي الاتحاد السكندري اغلق ملف مباراه الترجي واستعد للمواجهه مواجهه الاسماعيلي في الجوله الثالثه للدوري العام. المواجهه دي هتكون يوم الخميس القادم، طبعا بيستعد مبكرا واغلق ملف مباراه الترجي. يمكن جماهير نادي الاتحاد السكندري حزينه من التعادل مع الترجي في البطوله العربيه، وطلبت الكابتن محمد عمر بمشاركه عدد من الصفقات الجديده امثال محمد بكار ويوسف عطاي ومحمد حسن. محمد حسن ده لعيب موهوب يسمى بالحاوي، نادي الاتحاد السكندري اشتراه من نابارو وبيتالق خلال المباريات الوديه والتدريبات، وجماهير الاتحاد السكندري بتطالب باشراك هؤلاء اللاعبين في المباريات القادمه واعطائهم الفرصه. طبعا الاستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عقب مباراه الترجي بياكد دعمه للجهاز الفني واللاعبين من اجل تحقيق نتائج مرضيه، وطبعا كان في اتصال هاتفي بينه وبين الكابتن محمد ابراهيم مدير الكره، وطالب الكابتن محمد ابراهيم بمزيد من التركيز خلال الايام القليله القادمه لتحقيق نتائج ايجابيه لارضاء جماهير الصغر، خاصه ان جماهير الصغر ترغب في وجود نادي الاتحاد السكندري في مكان متقدم في الجدول نظرا للصفقات الجديده والميزانيه اللي وفرها نادي مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري لفريق الكوره. فطبعا جماهير الاتحاد لديها طموحات كبيره. عايز اقول لحضرتك استاذ عبد الناصر، ويمكن كنا نوهنا الكلام ده من اسبوع، ان كان في زياره النهارده للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لنادي الاتحاد السكندري. طبعا هو كان في زياره لعدد من الانديه في الاسكندريه، لكن نخص نادي الاتحاد السكندري لان احنا اتكلمنا قلنا ان كان في زياره وعد بيها الاستاذ محمد مسلحي عن يحطوا الخطط الانشائيه للثانيه ونص بين اللي بجوار الفرع الجديد اللي كان افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان جماهير الاتحاد شهدت هذا الافتتاح من خلال التلفزيون المصري. الخمس افدنه اللي موجودين دلوقتي الملعب الجديد والانشاءات ينضم اليهم 8.5 فدان اللي اعطتهم الدوله النادي الاتحاد السكندري، وطبعا في تنسيق بين نادي الاتحاد السكندري بقياده الاستاذ محمد مسلحي ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي للمزيد من الانشاءات خلال الايام القادمه والانتهاء من الاعمال الانشائيه على الثمان افدنه ونص اللي هي موجودين في الفرع الجديد. طبعا نادي سموحه، اخبار نادي سموحه استاذ عبد الناصر، بدون راحه الكابتن علي ماهر بيواصل تدريباته على ملعب النادي لانه عنده مواجهه في يوم الثلاثاء القادم مع فريق انبي في الجوله الثالثه للدوري الممتاز، والكابتن علي ماهر بيحاول علاج الاخطاء اللي وقع فيها في مباراه نجوم المستقبل والدفع بعناصر جديده في التشكيل. ممكن نشوف عناصر تكون موجوده في التشكيل امام انبي لاول مره، والمهندس محمد فرج عامر رئيس النادي طالب الجهاز الفني واللاعبين بعدم التفريط في النقاط، لان المهندس محمد فرج عامر بيرغب المنافسه على المربع الذهبي والمشاركه في البطولات الافريقيه. شكرا استاذ ممدوح الكواليني على هذه الاطلاله السريعه، واكيد طبعا